تحياتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب ومطالب اللاعبين. زول يتسبب في احتساب المخالفة. ميسي، إيمانيا ماتيتش، يحصل عليها ريكارد، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يمر ويلعب كرة بينية، فان باستن، يانغ، كرة طولية مباشرة للأمام، روبرتو كارلوس، رود خوليت، لا يمكن إهدارها، ينجح في إبعادها عن مناطق الخطورة، رود خوليت، رود خوليت، ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يتدخل ليونهي. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. خسر المواجهة أمام خصمه. الآن إمكانية المرتدة، يلعب كرة بينية، وأجمل بينية، كريستي يفعلونها، يسجلون في المرمى الآن هدف. بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. تتغير النتيجة لتصبح 1-0. تلعب الكرة إلى الأمام، يلعب كرة على اليسار، بول بوغبا، مرت الكرة بشكل جميل، لوكاكو، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. يتعرض للضغط بكل قوة، عدت الكرة، ينطلق إلى الأمام بسرعة، كريستيانو رونالدو، تصدي رائع جدا من الحارس كريستيانو رونالدو. نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. رود خوليت،
يلعبها قصيرة. جيان فرانكو زولا. كرة طويلة للأمام. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. كريستيانو رونالدو. وستكون هنا رمية تماس. لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. ركنية قصيرة. يتعثر ويفقد توازنه. الكرة ملعوبة من مسافة. باولو مالديني يرتكب مخالفة واضحة جدا. توقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. كريستيانو رونالدو. تسديدة من أول لمسة. تصدي من حارس المرمى. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. فان باستن. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. إيمانيا ماتيج على تنفيذ الخطأ. روبرتو كارلوس. باولو مالديني. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. النتيجة 1-0. كرة تعود إلى منتصف الملعب. أندرياس بيريرا. راشفورد. روبرتو كارلوس. رونالدو. هجمة مرتدة الآن. يلعبها لمنطقة الخطر. كرة إلى الأمام. وها هي نهاية الشوط الأول. ريال مدريد حصل على العديد من الفرص في شوط المباراة الأول. كان من الممكن أن يضاعف النتيجة، أن يسجل أكثر من هدف، أن يلعب بطريقة أو بفارق مريح من الأهداف، لكن في الأخير لم ينجح في استغلال تلك الفرص. تبقى على 1-0. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. هدف يبعثر أوراق المجموعة. يبحث عن المهاجم، يلعب كرة طويلة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. فرانشيسكو توتي. تمريرة بينية. كريستيانو رونالدو. تلعب الكرة جميلة. جول.
كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. الآن النتيجة 2-0. من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. ماذا بعد كل؟ يسدد الكرة، يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر بدون أي فلسفة. أمام المرمى يتمكن من التسجيل. والآن عملية التغيير. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. ينطلق بمجهود فردي، مرت الكرة، كريستيانو رونالدو. بافل نيدفيد يلعب كرة قصيرة، كرة طولية إلى الأمام، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. سمولينغ، ريال مدريد يعيش أوقات رائعة وهدفين بشكل متتالي. لوحدة بمجهود فردي، تحرك، فاتت ومرت، وصلت إليه. ديفيد دخيا يوقف الكرة، باولو مالديني، قد تكون هذه فرصته، لمسة بينية، جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. يحاول أن يلعب كرة بيني، والتسديد، وينجح في تسجيل الهدف بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة. انتهى كل شيء، أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل. كرة طولية إلى الأمام، يا له من تفاهم جميل. يلعبون ركنية قصيرة، فرانك رايكارد يقطع الكرة، يحاول تمريرها من بين المدافعين. يانغ، أندر إيريرا، يونغ، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تقدم إلى الأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية،
تحرك سريع. كريستيانو رونالدو وكرة في اتجاه المرمى، جول. تسلل واضح في هذه اللقطة، والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. بول بوجبا أفقد الخصم التركيز التوازن. تعود الكرة إليهم مرة أخرى. باولو مالديني، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. وين رأسية مذهلة. رمية جانبية. سمولينغ، كرة طولية من الحارس. بافل نيدفيد، فرانشيسكو توتي يمر ويلعب كرة بينية، يلعب كرة طولية. لوكاكو، لوكاكو خطير جدا عندما يكون على الجهة اليمنى. يستعيدها ريكارد. فرانشيسكو توتي يلعب كرة طويلة، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة، يلعبها عرضية. سمولي في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح. فرانشيسكو توتي وتنطلق.